السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. كيف ما وعدتكم غنزل لكم الخبز ديال الطوست او البندومي بمقادير بسيط، يعني وصفه ناجحه 100% ان شاء الله. بالنسبه للمقادير، هنا عندي تقريبا 300 غرام ديال الطحين، ما يعادل يعني زلافه، انا عندي هذه زلافه، ورشه ديال الملح، عندي هنا معلقه ونص ديال الخميره الفوريه او الخميره الحبيبات، عندي هنايا معلقه كبيره ديال السكر سنيده، وعندي هنا معلقه ونص ديال الزبده، وهنا الحليب بين 200 سنتيلتر حتى 250 سنتيلتر ديال الحليب على حسب النوعيه ديال الدقيق ديالكم. ندوزو نحضروا الوصفه ديالنا ان شاء الله. هنا كيف ما كتشوفوا معايا الطريقه، يعني راها سهله جدا. غادي نصب هذا الدقيق ديالي في العجانه، اولا يمكن لكم تعجنوا بيديكم بحال نفس النتيجه. السكر، وغادي نضيف الخميره ديالي، صافي. هنا من بعد ما ضفت انا المكونات ديالي كيف ما كتشوفوا، الطحين، السكر، الخميره، والقبصه ديال الملحه، غادي ندوز هنا نخلط انايا. يعني هنا العجينه ديالو خاصها تكون شويه مرخوفه، ما تكونش بحال الخبز، يعني تكون شويه كتلصق في اليدين. غادي ندوزو هنا نعجنوها. بعد ما دلكت انا هاد العجينه ديالي، هي كتجي بهذا الشكل، يعني قريبه شويه للعجينه ديال السفنج، يعني خاصها تجي مرخوفه شويه تكون هاكا كتلصق في يديكم. انا غادي نحيدها من هاد العجانه وغنديرها تخمر في هاد البول اللي دهنته بشويه ديال الزبده. كيف ما كتشوفوا تجي بهذا الشكل، يعني كيف ما كتشوفوا. غادي نغطيها انا هنايا ونخليها تخمر حتى يتضاعف الحجم ديالها، ونخويها من هذاك الهواء اللي غادي يكون فيها، ونعاود ثاني نرجعها تخمر. يعني هذه العمليه غتقوموا بها جوج ديال المرات. وهنا العجينه من بعد ما خمرات وتضاعف الحجم ديالها وخويتها من هذاك الهواء اللي فيها، يعني قمت بهذه العمليه جوج ديال المرات. هنا درت شويه ديال الطحين فوق سطح العمل، وغادي ننزل العجينه ديالي، هي تجي يعني مرخوفه شويه، ماشي بحال الخبز اللي تنديرو. غادي نحاولوا اننا نكوروها هكا بشكل دائري، هنا انا عندي المول رانا دهنته بالزبده من جوانب ديالو، وفي القاع ديالو راه درت ليه الورق ديال الزبده اولا البابي كويسون. وغادي نطلق العجينه ديالي على الشكل مستطيل، حاولوا انكم تاخذوا العبار ديال المول ديالكم، يكون المستطيل اللي غتطلقوا يكون بنفس العبار. هنا انا غادي نطوي الطويه الاولى اللي كتشوفوا ديال العجينه،
وغدا نبرك عليها بحال ما هكا، يعني نلصق العجينه مع بعضياتها بهذا الشكل باش ما يجيكمش هذوك الفراغات وسط الخبز ديالكم. صافي وغدا نلوي بهذه الطريقه، يعني هو تيجي ساهل وتيجي ناجح ان شاء الله، يجي ناجح 100%. ونقوم بنفس العمليه اللي درت في الاول نقوم بها في الاخر ديالو، باش منين يخمر يعني يطلع في حجم واحد، ما يتفصلش هذا الحربول، ما يتفصلش على بعضياته، ويجيكم يعني نفس الحجم بهذا الشكل. انا غادي نديره في المول ديالي، ونخليه يخمر حتى يتضاعف الحجم ديالو جيدا. من بعد ندهنه بشويه ديال الحليب من الوجه ديالو، وندخلو الفران اللي يكون مسخن من قبل. هنا تقريبا المده ديال الطياب بين 45 حتى 50 دقيقه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفة ديال اليوم اللي كانت عبارة على الخبز ديال التوست او البندومي اللي حضرت معكم. عن جد كيجي رائع، وصفة ناجحة 100%. كنتمنى انكم تجربوها وتخليوا لي الرأي ديالكم في التعاليق. كيف ما تنقول، الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسوش تبارتاجيوه مع احبابكم وصحابكم، ورمضان كريم وصيام مقبول ان شاء الله، وبسلام عليكم.